ما حدث في أوروبا لم يكن أحد في أسوأ الحالات من خبراء المناخ في العالم يتوقع هذا الموضوع. ده بيعمل حاجة اسمها كلايمت شيفت، يعني ده مش تغير مناخي، ده بيعمل انقلاب مناخي. يفكرك بأفريقيا لما كانت غابات، ما هو إيه اللي حصل؟ حصل انقلاب مناخي، بقت منطقة الفيوم دي كانت منطقة الحيتان اللي هي البر المائية بتاعت سيدنا يونس دي، ما هي جاي، ما هي نفس، ما هي موجوده عندنا، ال 12 حوت موجودين في الفيوم عندنا، هي نفسها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو درجه الحراره والجفاف، العاملين اللي بيدمروا كل الحضارات والعاملين اللي بيغنوا كل الحضارات. حد كان يصدق ان الامارات والسعوديه يبقى فيها في عز الصيف هذا الحجم من السيول والامطار؟ رزق ربنا يزيدهم. حاجه بقى يعني يعني حاجه ما يحدث قرب من يبقى كلايمت شيفت، قرب من يبقى انقلاب مناخي، لانه اللي احنا مش لاحقين نرصده، اللي احنا بنحاول نرصده من حجم التغيرات المناخيه شيء يعني لم يكن يتخيله احد. لكن ده يرفع رايه حمراء، وانه لم يعد الغلاف الجوي قادرا على انه يعمل احتباس. هو عمل احتباس حراري، مش عارف يطلع الحرارة بره سطح الكرة الأرضية. كوكب لا يتنفس، لا يتنفس، لأن الغلاف الجوي نفسه الجزء الفيزيائي بتاعه بقى عامل زي زجاج السيارة، فحبس الحرارة مش عارفة تخرج وتطلع الانفراريد، نسميها جرين هاوس إفكت، الأشعة تحت الحمراء مش عارفة تطلع بره سطح الكرة الأرضية. كانت الأول بتطلع للغلاف الجوي بالكامل ثم إلى الفضاء، دلوقتي بتتحبس وتترد للكرة الأرضية، تسخن سطح الكرة الأرضية. يعني بقت النتيجة عكسية. طب هو لو تم اتخاذ كافة الإجراءات التي توصي بها كافة المؤتمرات، وقلنا من بكرة كله هيلتزم، حجم استعادة الكوكب لصحته تيجي خلال مدة قد إيه؟ في 25 سنة الأولانية ممكن نعمل ريستوريشن للفاقد، لو حصل فعلا جدية والتزام بوقف حجم الانبعاثات، والتزام ان الاتحاد الاوروبي قال انا 2035 هلغي كل السيارات اللي تمشي بالديزل. الاتحاد الاوروبي دلوقتي هيرجع يشغل محطات الكهرباء بالفحم. محطات بالفحم والنووي. هو نتيجة الازمة اللي حاصلة في العالم، والصراع الدولي اللي حاصل في العالم، وطبعا بعد انفلونزا وبعد كورونا وبعد كذا، ففي مجموعة كوارث عملت نوع من العطل للتقدم البشري، وفي نفس الوقت زادت من المؤثرات السلبية. أيوه. يعني احنا طبعا في مجموعة من الخبراء وانا منهم متصور انه الفيروسات والبكتيريا الجديدة اللي احنا بنسمع عنها هو تحور حصل بسبب تغير المناخ. انت تقول نسبته 25%، انا اقول لك لا 35%، لكن لا يمكن تجاهل دور تغير المناخ في ظهور امراض وفيروسات وبكتيريا وامراض اختفت تماما تطلع يحصل لها فليه رب. طيب.